أملك البيت هذا وأملك بناتي في الحياة هذه فقط لا غير. البيت هذا الموجود الآن للطين لا يمكن 45 سنة من يوم ابتنى نفسي إنهن يواصلن حتى يتخرجن من الجامعة إن شاء الله، حتى يكون لهن مستقبل ويتوظفن ويدخل المرتبات. لم تعد أرضا لجنتين، فشظاف العيش ضاق بساكنيها وأحال حياتهم إلى معاناة دائمة تتشابه كثيرا مع معاناة أكثر من 20 مليون يمني نالت منهم الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة. في قرية القاهر بمديرية الجوبة في محافظة مأرب تسير الحياة بخطى وائدة تفاصيلها متكررة ومملة. الجديد هي الهموم المتعاظمة التي تزيد وطأتها على كاهل الأهالي المتعبين. يكابد سعيد القادري ظروف الحياة القاهرة ليؤمن له ولأسرته المكونة من 6 أفراد في ظل الغلاء الكبير للمعيشة، غير أنه لم يجد سبيلاً في بلد تزيد فيه نسبة بطالة المتعلمين، فما بالك بمن كان أكثر حظه في الحياة أن يتقن القراءة والكتابة. يجمع الرجل الخمسيني ما وعدته به هذه الأرض التي أبدل الله حدائقها إلى أثل وشيء من سدر قليل، ولربما يحالفه الحظ هذه المرة بالعودة بأخشاب متينة وصلبة تحمل عنه سقف منزله المتهدم أو حطب جيد يكون وقوده في مطبخ منزله عوضاً عن غاز الطهي. يقضي سعيد نهاره في رعي أغنامه والاحتطاب، ومع كل عودة إلى المنزل تتزاحم الأسئلة في رأسه، والسؤال الأهم: هل من الممكن أن يتدبر وجبة لبناته الأربع؟ من الصغر وأنا أرعى في الأغنام وأحتطب، ونعم من فترة طويلة يعني مثل ما تقول 30 سنة. البيت أتمنى أن يكون له حل أو تغييره إلى بلوك مثلاً ولا إلى حجر، لأن هذا الآن ما استأمن على بناتي هنا أو علينا من الأمطار، من ممكن يطيح السقف حقه في أي يوم في أي وقت، وخاصة مع الأمطار من الأرضة أكلت الأخشاب دي داخل، والمطر عندما يجي يخيسه وينزل علينا الماء من السقف إلى الأرض. لا مساحة للفرح في حياة سعيد، فكل يوم تزيد عزيمته وهناً، وحتى الآن تنحدر حياته مع أسرته إلى الأسوأ، غير أن هذه اللحظات لسعيد سعادته الدائمة، إذ يجد نفسه في كل مرة في هذا التوقيت وقد لبس ثوب الأمل، فما عجز عن تحقيقه الرجل يراه يكبر في طفلاته الأربع. البنات يدرسن هنا، الكبيرة ثالث ثانوي والصغيرة أول ابتدائي، ثنتين منهن يجين من الأوائل والباقيات اللي يجين جيد جدا. فيه فرق كبير بين دراستي أنا من أول ندرس القرآن والقراءة والكتابة، هن لا يدرسن العلوم يدرسن الرياضيات يدرسن كل شيء في المدرسة الآن. أتمنى أن يكون تعليمهن أفضل منا بألف درجة. تعليم الفتيات بالنسبة لسعيد تحد لا بد أن يجتازه، غير أن الأهم بالنسبة له توفير وجبة الأسرة وتأمين سقف المنزل حتى لا ينهار عليهم في أي لحظة. أتمنى أن يتغير البيت هذا بحجر أو بلوك، ما عندي أي دخل حتى أصلحه، ما عندي أي مال حتى أقدر أصلح غرفة واحدة. هذا لا اسمه هذا الطين على أساس أرممه ما أقدرت أرممه، هذا لها أكثر من سنة أنا يمكن ما أقدرت أرممه، يباع عمال ويباع تبن ويباع ماء ويباع كل شيء ما أقدر. وبين انعدام الرجاء تبقى الأماني عصية على التحقق في بلد انهارت فيه كل الفرص الممكنة، إذ انسلت فرص العيش الكريم من بين أيدي ملايين اليمنيين وتقزمت أحلامهم في رحلة يومية للبحث عن لحظة نوم آمنة لا يخشى فيها غدر سقف المنزل المتهالك. لكن بصيص الأمل يكبر من جديد
ليسدل الستار على تفاصيل حياة آفلة ويفتح الآفاق لحياة جديدة تصنع مستقبلاً مشرقاً. أنا ما عندي دخل ولا عندي أي، ما معي مرتب، حتى الضمان الاجتماعي ما معي، ولكن فيه هنا في أكثرهم موظفين وعندهم ضمان اجتماعي، أكثرهم إلا أنا فقط في القرية هذه يمكن الوحيد ما عنده ضمان اجتماعي أو مرتب. من ناحية الدخل إن شاء الله يكون لنا دخل مساعدة أو دخل مرتب من الدولة، تجي دولة إن شاء الله تعطينا لنا مواطنين، ما معنا أي شيء، ما معنا لا مرتبات ولا حتى الضمان، أنا ما معي مرتب ولا ضمان. أتمنى إن شاء الله الخير، وأن البنات يدرسن يكملن دراستهن وأن يواصلن في الجامعة إن شاء الله ويتعلمن التعليم، إن شاء الله يسكنن في مسكن طيب لهن من الأمطار ومن الرياح. من ستبنى الأحلام التي لطالما تمناها سعيد، والتي ستكون كفيلة بإعادة بناء شخصيته وخلق إنسان جديد نظير ما آمن به. فهذا المكان سيحوي متجراً يضمن استدامة مالية للرجل الخمسيني. صار بوسع سعيد أن يكون سعيداً، كما أن أحلامه في رؤية بناته وهن يرتدن الجامعة بات ممكناً. أنا ما أتوقع أن يكون لنا بيت قوي جدا ومساحته كبيرة، لأن هذا مش قوي، نحن خايفين إن يطيح فوقنا بسبب الأمطار الغزيرة. أنا لما جاتني اللجنة هذه لم أتوقع ما شفته الآن، كنت أتوقع أسئلة وأجوبه وجائزة مثلاً 50,000 100,000، لم أتوقع أن فيه بيت ومتجر يكلف مثلاً 3 مليون ريال أو 4 مليون ريال تقريباً، لم أكن أتوقع هذا الشيء أبداً، ولكني أتمنيت بالأمس وما أتمنيته حصل اليوم. يعني الآن بيت ولبناتي، بيت للبنات، والمتجر هذا إن شاء الله يحصل لنا رزق بناتي منه إن شاء الله. بالنسبة للأمطار الآن في البيت هذا البيت الجديد لا يوجد فيه لن يهرب لا أمطار ولا علينا خوف منه ولا أي شيء، يعني شبه بيت مسلح خلاص. مصير جديد انتقلت إليه أسرة سعيد، وحين تحضر يد الإنسان تكون الإرادة والأمل
حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.